نجحت 6 مطارات مصرية هي القاهرة، شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، وبرج العرب الدوليين في تجديد شهادة الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات للعام الثاني على التوالي. وأكدت وزارة الطيران أن تجديد شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من جانب المجلس يعزز الثقة في منظومة الإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها في المطارات المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، كما يعد رسالة طمأنة للمسافرين على سلامة الإجراءات الصحية بالمطارات وتأكيدا على الالتزام بتوفير سفر آمن لجميع المسافرين.